نظم العشرات من المواطنين مساء أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن عشرات المختطفين والمخفيين قسرا في السجون بالعاصمة المؤقتة عدن ورفع المحتجون صورا للمختطفين والمخفيين قسرا بما فيهم عضو المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري أسعد سكينة والصحفي أحمد ماهر والقيادي في, مقا... في المقاومة الشيخ أسامة السعيدي وندد المحتجون بعمليات الاختطاف والاخفاء القسري التي تجري ضد الشخصيات السياسيه والاعلاميه، كما ندد المحتجون بوقائع الاستيلاء على الاراضي ونهب الثروات وبيعها للامارات، وحمل المحتجون حمل المحتجون المجلس الانتقالي مسؤوليه حياه وسلامه جميع المخفيين والمختطفين قسرا في السجون السريه بعدن.